حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن انس عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال بين الناس بقباء في صلاه الصبح اذ جاءهم ات فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انزل عليه الليله قران وقد امر ان يستقبل الكعبه فاستقبلوها وكانت وجوههم الى الشام فاستداروا الى الكعبه